نرحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الشباب والصيف. احنا موجودين في صاله كوزمو السالميه وبطوله النخبه للبولينج. خليكم معنا بعد الفاصل نشوف احداث البطوله. المهندس محمد الشرهان الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، حياكم الله. بالبداية نتكلم عن ما شاء الله، نشوف جولة تفقدية اليوم لفريق وزارة الكهرباء قاعد يعطيهم دافع للأمام ما شاء الله اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة فريق الوزارة من الفرق المميزة عندنا الحقيقة، يعني فريق البولينج هو حاصل على يعني بعض الجوائز في خلال الفترة اللي طافت، فالدعم له ضروري جدا، وكل الشباب الحقيقة اللي عندهم مواهب بالوزارة. وجودنا هنا اليوم دافع يعني للشباب للعطاء اكثر. مثل ما قلت لك الحقيقه يعني الفريق عندنا مميز، شاركوا في هالبطوله من الفتره اللي سابقه هم شاركوا في بطولات وحققوا منها مراكز يعني متقدمه جدا، منها المركز الاول اكثر من مره والمركز الثاني. واحنا الحقيقه يعني في الوزاره نبي ننمي مهارات الشباب وهواياتهم. انت مثلك عارف الحين في يعني في شغلات تسحب الشباب الى يعني امور شويه يعني سلبيه. نعم، احنا بالنسبه لنا بالوزاره الحقيقه نعطيهم الدعم ان ننمي مواهبهم، وهذا وبالفعل يعني هم الحقيقه بعد تخطوا المرحله داخل الكويت ويبون يشاركون مشاركات خارجيه برا الكويت علشان تميزهم الحقيقه، وكلهم شباب مثل ما قلت لك عندنا بالوزاره، واحنا داعمين لهم 100%. طبعا كيف يتم دعم الشباب داخل الوزاره، مثل الاجازات، تخصيص يعني ميزانيات معينه للشباب لمشاركات الخارجيه مستقبلا؟ الحقيقه احنا الحين قاعد نعطيهم يعني شغله مثل التفرغ، زين قبل البطوله يعني بكم يوم مثلا نعطيهم ان نستاذن من دواماتهم ونقول لهم والله احنا مقبلين على بطوله مهمه يبي لها تجهيز ويبي لها عمل وتدريب. الحقيقه جميع القطاعات اللي عندنا في الوزاره متعاونه، ياخذون يعني الكلام هذا محمل الجد. التدريب عندنا فتره صباحيه ومسائيه، انت عارف يعني التدريب والبراكتس هو اللي يعطيك النتائج. فهذه من ناحيه، ناحيه الدعم، الدعم المالي تعرف انت عندنا بالوزاره محدود، لكن عندنا دافع معنوي كبير جدا. اي نعم، طبعا ابتداء من معالي الوزير هو الداعم الاول عندنا في الوزاره. الحقيقه وكيل الوزاره الاول يعني الحقيقه هم يعني يستقبلهم بعد كل بطوله، يعني يسوي لهم تكريم، وهذا شيء يلق فيهم. يعني بالنسبه للمكافآت الماليه للحين احنا ودنا نعطي، بس مثل ما انت عارف احنا يعني داخل يعني مثل ما تقول هيئات حكوميه تربطنا بعض القوانين، بس ما يمنع هذا بالمستقبل اللي يحقق مراكز ان نكافئه. هذا بالعكس، هذا يعني شيء من الخطط ان شاء الله اللي موجوده. نتكلم على الأنشطة الرياضية، نقدر نتعرف على الأنشطة الرياضية اللي داخل وزارة الكهرباء بالذات يعني غير البولينج؟ نعم، احنا الحقيقة عندنا أنشطة داخل الوزارة ممثلة في بطولة كرة قدم. عندنا احنا تقريبا 6 محطات قوة، المحطات الكبيرة كل محطة فيها عدد كبير من الموظفين، فيسوون مثل دوري بينهم كل فترة، عرفت شلون؟ فهذا يعني هذا بالنسبة للأنشطة الداخلية يعني. أما بالنسبة بين المؤسسات الدولة فعندنا فريق كرة القدم العام الماضي حقق لنا أكثر من بطولة، منها بطولة السوبر، أي والله أي، والمركز الثاني وياب لنا كؤوس. عندنا بعد كرة القدم للصالات حققوا المركز الثاني، عندنا البلياردو حققوا كؤوس، ومنا عنصر نسائي عندنا واحدة من المهندسات جابت لنا المركز الأول ما شاء الله في البلياردو.
فعندنا والله لعبات كثيرة، تنس الطاولة، تنس طاولة هم حققوا مراكز، يعني تقريبا هذا اللي يحضرني الحين. بس إن عندنا الفرق المشاركة عندنا حوالي 130 لاعب الحين في الوزارة في مختلف اللعبات. في لعبة أو لعبتين يمكن للحين ما حققنا فيها مراكز لأن تونا مشاركين صار لنا سنة أو سنتين، لكن إن شاء الله نطمح لها بإذن الله بالمستقبل. ما شاء الله نشوف الدعم قاعد يولد إنجاز. اليوم أستاذ نشوفك يعني موجود في جولة تفقدية، أشوف الشباب ما شاء الله مستانسين يعني فرحانين وجودك معاهم ودعم لهم أكثر، قاعد يبدعون ما شاء الله في البطولة. أرجع وأقول لك إحنا لو عندنا دعم مادي زين كان والله يستاهلون، لكن اللي بدينا نسويه إن وقفتنا وياهم يعني أنا حسيت منهم إن حتى بدوا يعني مثل ما تقول يتشجعون أكثر. مثلك عارف إذا كان واحد يعني واقف بظهرك ويساندك يعني هذا يعطيك دفعة معنوية كبيرة جدا، حتى النفسيات مثل ما قلت التغير. أنا الحقيقة قاعد أجتمع وياهم باستمرار وأحثهم أشوف طلباتهم، في بعض الطلبات نقدر نوفرها لهم يعني مثل يعني الأحذية عزك الله الرياضية، مثل هني المستلزمات كلها مثل حق لعبة البولينج وحق جميع الألعاب الحقيقة. كلمة توجهها للشباب اللي ودهم يشاركون في الأنشطة الرياضية ويعني مو عارفين المكان اللي يتوجهوا له خاصة في الوزارة. الحقيقة احنا يعني هالموسم راح نحط إعلانات واضحة في الوزارة حتى عن طريق التواصل الاجتماعي، اللي عنده مثلا موهبة ولا عنده لعبة معينة يعني محترف فيها أو يعرفها من ناحية لعب أو تدريب أو إشراف، يعني احنا نبي نخلي اللعبة متكاملة فعلا، يعني فعلا لعبة رياضية متكاملة. راح نكون إن شاء الله بداية الموسم راح يكون شهر 7 طبعا مع الإخوان، ونشكرهم جدا اللي هم الإخوان في الهيئة العامة للشباب، يعني صراحة هم داعمين لنا دعم كبير جدا، وهم اللي سووا لنا المسابقات وينظمونها بين الجهات، يعني هم الحقيقة يعني كثر ما نشكرهم الحقيقة ما نطلع من يزاهم زين، فعلا هم الداعمين الأوائل في الموضوع هذا. منه احنا مثل ما تقول ننطلق ونحط خططنا شلون تبدي يعني المسابقاتنا، شلون يعني تبدي التفرقات. احنا عندنا ملعب قاعد نجهزه الحين خاص فينا بالوزاره، عندنا من اول بس تعرف مع الوقت شويه يبي له ترميمات وتصليحات، هذا قاعد نهتم فيه. حقيقه عندنا يعني افكار وايد، بس مثل ما قلت لك احنا مؤسسه حكوميه نتبع تحت يعني انظمه، في بعضها تصير في بعضها ما تصير، عرفت شلون؟ بس احنا نتامل ان شاء الله اذا شافوا الانجاز زين، يعني احنا لو تزورونا عندنا بالوزاره وانا اوريك عدد الكؤوس اللي عندنا، يعني ما شاء الله ما تقول هذه وزاره من كثر الانجازات اللي عندنا الرياضيه، عرفت شلون؟ وانا اتمنى يعني تزورونا وتشوفون ان شاء الله بنفسكم يعني الوضع هذا. كل الشكر لك والله، يعطيك العافيه على وجودك ودعمك اليوم اللي مثل الكثير عند الكل، الله يسلمك، شكرا سعاده المهندس. كابتن سعود القيان من فريق الاطفاء، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. في البدايه كابتن بنتكلم عن اليوم البطوله الزوجي، يعني واليوم نشوف ما شاء الله مشتده المنافسه، السكورات عاليه، في يعني مستوى قاعد يرتفع اليوم من النخبه. والله اليوم لعب ان شاء الله جامد وسكورات عاليه، في تنافس كبير بين اللاعبين يعني. شوف اليوم حتى وجود لاعبي المنتخب قاعد يدعمونكم، يعني اللي ما شاركوا في هالبطوله قاعد يدعمونكم حتى بالتشجيع ما شاء الله. لازم شوي روح رياضيه بيننا ان شاء الله. نشوف ما شاء الله يعني روح التعاون في البطوله، يعني اذا غلط يصحح لك، ممكن تستفيدون من بعض، قاعد تطورون، هذه تبادل خبرات مثل ما قال. اي هو لازم ان الشيء هذا اي غلط فيهم لازم يصحح من اللاعب الاحسن منك يعني ولا المتطور ولا لاعب المنتخب، لازم يفيد اللاعب الثاني.
زين في ظل هالبطولات هذه وانتم منافسين كلكم عارفين بعض، في تحديات تصير بينكم؟ هذا لازم التحديات هذه تصير، لازم شيء اساسي هذا. زين في لاعب معين انت بتغلبه في هالبطوله؟ لاعبين وايد، مو لاعب واحد. الى ما يعني الى اي مدى وصل رضائك عن ادائك اليوم؟ والله الحمد لله الاداء لا باس فيه، اداء عالي. راضي عنه؟ راضي عنه، راضي جدا. كان في تدريب قبل البطوله؟ شيء لازم التدريب قبل البطوله. في نفس الصاله وفروا لكم يعني مجال للتدريب؟ اي نعم، نفس الصاله وفروا اللاينات حق التدريب. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم مباشر في حلقة جديدة، فما الله.